أنا أعتقد أنه أبرز نقاط توقيت نشر الكتاب أستاذ أحمد متعلقة بمحاولة تحشيد التي تريد أن تخلقها إسرائيل في العالم ضد إيران. يعني هي تحاول أن تستنسخ فترة ترامب، وتحاول أن تخوف العالم من الأنشطة النووية الإيرانية. يعني فلذلك وقتت، أنا لا أعتقد أنه يعني معهد العلوم والأمن الدولي الذي يترأسه ديفيد أولبرايت، وهو معهد غير حكومي، يعني بمعنى ممكن أن يتم التفاهم مع إسرائيل حول توقيت نشره. يعني فهمت، يعني هو ليس معهدا مرتبطا بالبيت الأبيض مثلا، حتى يعتبر نشره وثيقة مسؤول عنها البيت الأبيض. لا، هو معهد العلوم الدولي، وهو هذا المعهد تراس يمكن من 2001 تراس ديفيد أولبرايت، يعني هو المؤسس مالته. فلذلك يعني ممكن ان اسرائيل تفاهمت، وهذا سبق صحفي طبعا، وسيحقق الكثير من الاموال، رغم انه هو ديفيد يتبرع دائما بريع كتاباته، ولكن ممكن. فلذلك انا اعتقد انه النقطه المهمه جدا من الموضوع استاذ احمد، ان اسرائيل تريد ان تخلق حاله التعبئه ضد ايران كما كانت حاصله في زمن، يعني تريد ان تحرج بطريقه غير مباشره بايدن في الداخل الامريكي، ولذلك اختارت هذا المعهد الامريكي لنشر هذا الكتاب، ليحذر من مخاطر الخطه السريه النوويه الايرانيه التي لم يطلع عليها العالم، والتي كشفتها الوثائق التي نشرت في هذا الكتاب. انا اعتقد هذا الموضوع ايضا ممكن، ولكن مستوى يعني تاثيرات هذا الكتاب هل ستتجاوز الفواصل او الحدود الدعائيه؟ يعني كتاب مشهور نقراه ويحصل على ضجه، ام سيدخل الى المواقع انتاج القرار الدولي وسيؤثر على قراراته؟ انا اعتقد يعني حتى يصدر الكتاب، يعني لم يصدر لحد هذه اللحظه، يعني نعم، حتى يصدر الكتاب ونلاحظ ردود الفعل الدوليه حول هذا، حول تحليلات، اؤكد تحليلات ديفيد أولبرايت وليس الوثائق التي